السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان المشاهدين، معكم عفتاح خميس وهذه أول حلقة من قناة مارك 4K. أولا قبل أن نشرع في الحلقة سنقوم بتعريف بسيط للقناة ومحتواها واهتماماتها. فهذه القناة تهتم بدرجة أولى بالتكنولوجيا وبالأخص بالآلات وجديدها واستعمالاتها، والآلات يعني إن كانت مهنية عملية أم ترفيهية. وأما عن البرامج القادمة إن شاء الله فلن تكون بعيدة أبدا من هذا، من دائرة التكنولوجيا. فقريبا ستكون هناك برامج تتحدث عن جديد السوق، وبرامج أخرى تتضمن جولات إلى شركات إن كانت وطنية أو عالمية وغيرها. وحتى لا أطيل عليكم دعونا نبدأ. في البداية نلاحظ أن الجهاز يأتي في علبة بلاستيكية لحمل وللاحتفاظ بالجهاز، وهذه ميزة جميلة جدا من كروس. كما أنه يأتي مع شاحن 18 فولت وبطارية إضافية بالإضافة إلى مفك براغي بجهتين. نذهب إلى التصميم. نلاحظ أن الجهاز مصنوع كليا من البلاستيك المقوى بالإضافة إلى بعض الربر مكان مسكة اليد لإعطاء أريحية أكثر وتفادي الانزلاق من اليد. أما عن مسكة اليد بحد ذاتها فنلاحظ أنها تأتي بزاوية منفرجة حوالي 95 درجة تقريبا، ما يعطي سهولة أكثر وطوع عند استخدام الجهاز. ننتقل إلى الأداء. يأتي الجهاز بمحرك متوسط بسرعة أدنى 350 دورة في الدقيقة وسرعة قصوى 1350 دورة في الدقيقة. كما أنه يحتوي على زر تشغيل حساس لقوة الضغط، أي أنه عند الضغط قليلا سيشتغل مصباح في مقدمة الجهاز للإضاءة في الأماكن المظلمة، وكلما زاد الضغط تزداد سرعة الدوران. وبالقرب من زر التشغيل نجد زر تغيير اتجاه الدوران لفك أو شد البراغي. أما إذا نظرنا للجهاز من الأعلى فسنجد مبدلة لتغيير السرعة بوضعين، حيث أن الوضع آش ويعني الهايت سبيد أي السرعة القصوى، فتستعمل في الاستخدامات العادية من تثبيت وفك للبراغي، الحفر وغير ذلك. أما الوضع آل والذي يعني لو سبيد أي السرعة الدنيا، فيستخدم لشد وفك البراغي بقوة أكبر. نمر إلى مقدمة الجهاز، حيث نجد مكان التحكم في قوة العزم من 1 إلى 21 درجة. وأخيرا نتحدث عن البطارية، حيث يأتي الجهاز ببطاريتين 18 فولت وقوة 1.5 أمبير من نوع الليثيوم ذات تقنية الشحن السريع. حيث لاحظت من خلال استعمالي طبعا أن البطارية تشحن في حوالي 5 دقائق فقط عندما تكون نافذة كليا، بينما تدوم إلى حوالي أسبوع إلى 8 أيام من الاستعمال اليومي المكثف، وهذا أداء مميز. نمر إلى العيوب، حيث لاحظت من خلال استعمال الجهاز أنه في كثير من الأحيان عند استعمال جهاز في الأماكن الصلبة أو لفك البراغي القاسية جدا أن الجهاز ينطفئ كليا، ولكن بمجرد إعاده وإعادة تشغيله يشتغل مرة أخرى. بالإضافة إلى أن الإضاءة في مقدمة الجهاز غير موجهة فعليا إلى مكان العمل أو إلى رأس الجهاز. كان هذا كل شيء إخوان المشاهدين، انتظرونا في حلقات قادمة قريبة إن شاء الله. السلام عليكم.